اهلا بكم مشاهدينا الكرام، لقاء اسبوع بيتجدد مع جيل المستقبل. العديد من الموضوعات اللي بتحصل على مدار الاسبوع بتهم قطاع الشباب، هنتعرف على هذه الموضوعات ونحاول ان احنا نعرف مزيد من التفاصيل حول هذه الموضوعات اللي محتاج منها متابعه او مداخله هاتفيه مع احد المعنيين والمسؤول بهذا الملف. زي ما احنا متعودين كل اسبوع بيكون في معانا مصطلح هنحاول ان احنا نتعرف عليه. معانا الاسبوع ده مثلا مصطلح الصحافه الالكترونيه، يعني ايه صحافه الكترونيه واثرها، ده اللي هنعرفه من خلال أولى حواراتنا في جيل المستقبل. كمان هنتعرف على نموذج من الشباب المتميز الواعد، تجربة أو موهبة شعرية متميزة جدا، استطاع أن هو يتجول بشعره ليسافر عبر الحدود. نتعرف على هذه التجربة، كل هذه الموضوعات هنتعرف عليها على طول بعد الفاصل في هذه الحلقة الجديدة من جيل المستقبل. خليكم معنا. برحب بكم، وأول فقراتنا جولة إخبارية لأهم وأبرز الموضوعات اللي حصلت على مدار هذا الأسبوع. يمكن أيام قليلة وينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثانية تحديدا خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من نوفمبر المقبل. الحقيقة أن منتدى هذا العام بيحمل أو بيتخذ الأعمدة السبعة للشخصية المصرية محورا لفعالياته. بيضم طبعا المنتدى شباب هيفدوا إلى مصر من مختلف بقاع الأرض، بيهدف طبعا يعني التعامل او التعرف على ثقافه هؤلاء الشباب وحضاراتهم وحضارات مجتمعاتهم، بهدف طبعا التحاور حول القضايا الدوليه والعالميه اللي بتهم الشباب. طبعا كلنا كنا متابعين المنتدى العالمي للشباب الاول ومدى النجاح اللي حققه، والحقيقه حقق نجاح مبهر الامر اللي ادى الى اعاده انطلاق هذا المنتدى مره ثانيه، واللي هيكون ان شاء الله سنه مصريه يتم تكرارها. طيب نعرف تفاصيل اكثر حول منتدى هذا العام، بينضم الينا عبر الهاتف دكتور وائل الطناحي الامين العام للمجلس الوطني للشباب. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. اهلا بحضرتك. ودكتور يعني يمكن احنا دايما بنتابع اخبار المنتدى مع حضرتك، عرفنا بس في البدايه سبب اختيار او الهدف من اختيار الاعمده السبعه للشخصيه المصريه محور لفعاليات المنتدى هذا العام. والله بالنسبه للاعمده السبعه للمنتدى هذا العام هي معموله مخصوص عشان تثبت الهويه المصريه وتوضح قد ايه ان التاريخ المصري ما هواش تاريخ حديث ولا تاريخ منفصل عن بعضه، وان هو عباره عن عمليه تراكميه كلها مع بعضها من اول الفراعنه لحد عصرنا الحديث في كل الاتجاهات في كيفيه بناء الدوله، وان مصر هي دوله رائده في كيفيه في بناء الدول في بناء الدوله وتثبيت اركانها، وده طبعا ما جاش من فراغ، ده من خلال الحضاره الفرعونيه القديمه مرورا بقى بالعصور كلها، العصر البطلمي وبعد كده الاسكندر الاكبر وبعد كده جاء العصر القبطي فالاسلامي فالعصر الحديث محمد علي، وصولا الى المرحله اللي احنا موجودين فيها، وازاي الدوله قدرت في كل المراحل دي انها تتخطى كافه المراحل دي وتاسس لنظم لكل مرحله، وكل مرحله ادت في الاخر خالص لبناء الدوله الحديثه اللي اتخذ منها بناء كل الدول الموجوده حاليا. فده تاكيد كبير جدا على هويه الدوله المصريه وعلى قد ايه ان احنا ما عندناش حاجه طالعه من فراغ، بالعكس ده احنا عندنا جذور كبيره جدا جدا. وفي كلمه دايما الشباب بيقول لك يا جماعه خلاص بقى سيبكم ال 7000 سنه، احنا عايزين نبص للي احنا فيه، اللي احنا فيه هو اساسه ال 7000 سنه. الحضاره ما بينفصلوش عن بعض بالمناسبه، يعني المقوله دي مجحفه جدا لتاريخنا، احنا عندنا تاريخ واجب ان نفخر بيه وكمان نعمل النهارده، يعني مش عندنا تاريخ وهنركن اليه وخلاص، لا كمان نشتغل لحاضرنا ونشتغل كمان لمستقبل اولادنا. طيب دكتور وائل، هل بدات تبدو معالم الوفود كمان اللي هتشارك من الدول العربيه؟ يعني بالتاكيد ايضا لهم شعارات قد تكون شعاراتهم مشابهه، لان الفكره من المنتدى الاكبر والاسمى هي تعرف او حوار الحضارات. يعني طبعا احنا تاريخنا كله لا ينفصل عن المنطقه العربيه بالكامل، وده كمان حتى هتلاقي العائلات المصريه لحد النهارده جذورها موجوده في الدول العربيه، فكل التاريخ كله مرتبط ببعض. المشاركه طبعا تقريبا كل الدول العربيه مشاركه بلا استثناء، طبعا عندك في دول بشكل عام احنا وصلنا لحد دلوقتي من الدول حوالي 140 دوله
في شباب مقدمين ان هم يبقوا متواجدين فيها. العدد هيوصل ل 5000 السنه دي، كان السنه اللي فاتت حوالي 3200 شاب. في زياده في زياده طبعا، ده معناه ان في اقبال. حجم اللي حاولوا يقدموا يعني ما يعني تعدى مئات الالاف دلوقتي على الموقع ان هم يبقوا متواجدين معانا. فالترابط كبير جدا جدا ما بين الدول العربيه بتاريخها وبذورها، وما بين الحضاره المصريه بالاعمال السبعه اللي هتتاخد كلها من اول الحضاره الفرعونيه القديمه لحد العصر الحديث. وما اكيد مدى ترابطهم بالدول العربيه، ده طبعا ما نقدرش نفصله ان احنا جزء لا يتجزا من بعضه. لحد النهارده تمتد جذور النسب ما بيننا وما بينهم، في عائلات ليها اماكن في مصر وليها جذور في مصر، وفي صحيح. منها موجوده في الدول العربيه بشكل عام. صحيح. انا بشكر، هيبقى داعم قوي جدا جدا ان الشباب نفسه يتقارب اكثر ويحاول كمان يفخر بجذوره، ما ياخدش المقولات اللي احنا اللي هي زي ما بيقولوا السم التعصر، هي مقولات عشان تديك دفعه وخلاص. شوف النهارده سيبك من امبارح، لا انت من غير امبارح مالكش النهارده، لازم تعرف انت تاريخك ايه ووضعك ايه عشان تعرف انت هتبني على ايه. صحيح. بصراحه يعني ان شاء الله ربي يبقى الموضوع واخد شكل قوي. احنا كلنا طبعا وبالتاكيد جيل المستقبل كمان هيبقى متابع معاكم اول باول كل الاستعدادات والتجهيزات اللي خاصه بالمنتدى، وان شاء الله هنكون مشاركين معاكم هناك في شرم الشيخ. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وائل الطناحي الامين العام للمجلس الوطني للشباب. نكمل معاكم اخبارنا مشاهدينا. وزير الاستثمار والشباب يبحثان زياده التعاون في مجال رياده الاعمال. كل بيبص لمجال رياده الاعمال الى ان هو الفرصه الحقيقيه والحاضنه الحقيقيه لفرص عمل للشباب اوت اوف بوكس، بره الصندوق، نشوف ايه اللي ممكن ان احنا نعمله. دول وحضارات كتيره جدا تقدمت وتكنولوجيا وعلميا واقتصاديا بفضل مشروعات رياده الاعمال. في لقاء جمع بين دكتور سحر نصر ووزيره الاستثمار طبعا والتعاون الدولي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتفق الجانبان على تكثيف التعاون بين الوزارتين في مجال ريادة الأعمال وإقامة عدد من المشروعات المشتركة اللي بتخدم الشباب، ساهم طبعا في توفير فرص عمل ليهم من خلال مبادرة فكرتك شركتك. هيتم طرح كافة المبادرات اللي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمتعلقة بالشباب على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب. الجانبان أيضا بحثوا دعم مراكز الشباب وتطويرها لتصبح مركز متكامل بيقدم خدمات مجتمعية وخدمات أيضا رياضية. وزارة الشباب أيضا بتفتح باب التقديم للمشاركة في الملتقى الأول لشباب مصر والسودان. الحقيقة أن هذا الملتقى بيأتي في إطار التعاون المتبادل بين دول حوض النيل. الملتقى تم فتح باب التقدم للشباب الراغب في المشاركة في الفعاليات، وبيقام للمرة الأولى تحت شعار وحدة وادي النيل رؤية مستقبلية. تعرف على تفاصيل أكتر حوالين هذا الملتقى، إزاي ممكن نقدم له، ومين اللي ليه الحق أنه يقدم في هذا الملتقى، من خلال هذه المتابعة مع سيادة النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة سابقا. طيب نتعرف على نتابع أخبارنا مشاهدينا الكرام، ويمكن دكتور أو سيادة النائب فوزي فتى عنده المزيد من المعلومات حوالين هذا الأمر. سيادة النائب أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم عليك. أهلا بك. أنا بشكر حضرتك سيادة النائب. يعني الملتقى الخاص بالشباب شباب مصر والسودان ده لأول مرة بيتم انعقاد أو إطلاق هذا الملتقى، تعرف على التفاصيل أكتر حوالين هذا الموضوع؟ أولا حضرتك ده المفروض كان يتم من فترة، لأن هذا الملتقى الشباب لأن السودان أنت حضرتك تعلمي والشعب المصري كله يعلم إن هي الامتداد الحقيقي لمصر، وإن هي يعني الأمان المصري والأمان السوداني رقم واحد. نعم. فإذا النهارده ما فعلناش دور الشباب مع بعضيه عشان يحافظ على بلاده في المراحل اللي جايه الصعبه اللي بنتعرض ليها احنا. إذا اهتز الأمن المصري اهتز الأمن السوداني. وإذا اهتز الأمن السوداني هو اهتزاز الأمن المصري. صحيح، يعني في روابط مهمة جدا بتجمع بين الشعبين يعني. نعم. لازم النهارده وبعدين النهارده حضرتك أجدادنا وأبهاتنا يعرفوا إيه السودان وإيه مصر. الشباب ما يعرفش. فلابد نرسخ الأساسيات الخاصة بأن الشاب المصري هو شاب سوداني، سوداني هو مصري، ومصري هو سوداني. طيب سياده النائب، سياده النائب عايزين نعرف تفاصيل اكتر حوالين هذا الملتقى، مين اللي ليه حق انه يقدم ويقدم ازاي؟ الملتقى حضرتك احنا الشباب بيتقدم على اساس السي في بتاعه مؤهله او في دراسته، ايه الغرض من اشتراكه في هذا الملتقى؟ ما هي افكاره بحيث ان احنا نقدر نعمل
تواصل قومي بين الشباب السوداني والشباب المصري. نعم. طب ايه فكرتك في الصناعه او فكرتك في الزراعه او فكرتك في اي شيء تقدر تضيفها بحيث انك تفيد الشعب السوداني وتفيد الشعب المصري في مجالات التعاون المشتركه بين البلدين؟ المشتركه بين البلدين. فمن هنا بيتم الاختيار على حسب رؤيه الشاب في الموضوع اللي هو بيتكلم فيه. بيقدمه من خلال موقع الكتروني؟ ما في كذا موقع الكتروني، في موقع خاص بالشباب الرياضه وفي موقع خاص بالرئاسه الجمهوريه. دي فرصه طيبه لكل اللي بيتابعونا ومهتمين وممكن يكون عندهم افكار، ومش بعيد الافكار دي تبقى هي فرصه شغل ليكم، يعني لكل اللي بيسمعنا دلوقتي، مين عارف ممكن بتيجي صدفه بتخلق فرصه عمل جديده، وكمان هيبقى لك دور قومي ووطني في ربط شعبين ببعض. انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب فوزي فتى، امين سر لجنه الشباب والرياضه سابقا. نروح للبحث العلمي، وزي ما احنا ما بندور على المتميزين في مختلف المجالات، سواء كانت هذه المجالات فنية أدبية فن تشكيلي زي ما بنتابع في حلقاتنا، كمان هنشوف المتميزين في المجال العلمي. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت عن بدء المشاركة في مسابقة مختبر الشهرة بجميع محافظات الجمهورية. على الراغبين احنا هنعرض لكم دلوقتي على الشاشة رابط موقع إلكتروني ممكن كنتوا تعرضوا عليه أو ترفعوا عليه مقطع فيديو مدته 3 دقائق تعرضوا فيه موضوع علمي بطريقة شيقة ومبتكرة على الرابط اللي بيظهر على الشاشة. تعرضوا ده أو تقدموه في موعد أقصى 8 نوفمبر 2018. هيتم اختيار يعني من 10 ل 12 فائز، هيصعد المتسابقين للمرحلة النهائية، وهيحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر للمملكة المتحدة لبريطانيا ليمثل مصر في المسابقة الدولية بمهرجان شيلتنهام العلوم في بريطانيا في شهر يونيو 2019. المتسابق الثالث هيفوز، وده هيكون بناء على تصويت الجمهور نفسه اللي هيشوف الفيديو وهيشارك معنا، هيفوز بجائزة مالية بتقدمها الأكاديمية. طبعا بنتمنى طبعا يعني للجميع يكون ليهم حظ طيب، ويكون دايما الأفضل هو أو الأكثر تميزا هو اللي هيشرفنا إن شاء الله في بريطانيا. الحقيقة والأول مرة بيتم رعاية الأثريين بشكل علمي ودقيق، إنشاء أول مركز علمي لتدريب الأثريين والمرممين العاملين بالمواقع الأثرية. بيأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأثار للارتقاء بالمستوى المهني والتعليمي للعاملين في هذا القطاع. بيعد هذا هو المركز الأول زي ما قلنا في منطقة أثار مصر العليا اللي بتضم سوهاج والأقصر وقنا والبحر الأحمر وأسوان، وده طبعا بيسهم في رفع كفاءة العاملين في هذه المناطق نظرا لما تحويه من أهم أثرية. وبالتأكيد يعني رعايتهم علميا هيطلع لنا علماء أثار ومرممين يشاركوا في البعثات الدولية واللي بتقدر أنها تكتشف كمان المزيد من أثرنا المصرية بشكل مستمر. وكل يوم الحقيقة يكاد لا يمر شهر غير لما بنفوق على أحد الأخبار اللي بيتبنى اكتشاف أثري جديد واكتشاف أثري مبهر. وبالمناسبة يا جماعة الاهتمام الإعلامي الدولي بهذه الاكتشافات بيفوق يعني الاهتمام بالعديد من القضايا، لان هم دايما بيبصوا لهذا الموضوع على انه ساحر وانه كنز، وهو فعلا بالتاكيد سحر وكنز ولازم نستغله اعلاميا واثريا بشكل كبير. انتهت اخبارنا، انتهت جولتنا الاخباريه، نروح لفاصل سريع ونعود لبدء اولى حواراتنا في جيل المستقبل، خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام واولى حواراتنا في جيل المستقبل. الحقيقه جت فتره من الفترات بقينا نسمع مصطلح اسمه الصحافه الالكترونيه، وسمعنا كمان مصطلح مقترن به اسمه صحافه المواطن، وبقى كل الناس صحفيين، اي حد بيشوف اي حاجه يروح مصورها رفعها على اليوتيوب رفعها على الفيسبوك، والناس تبدا تشير او تويتر وتويتر ونقدر نعمل ريتويت وهكذا، وبقت الاخبار بتنتشر بشكل كبير جدا بغض النظر بقى الاخبار دي صح الاخبار دي غلط، ممكن تاثر في بني ادم ما تاثرش، مش عارفين. طب ايه الصحافه الالكترونيه وايه دوركم كشباب في حمايه المجتمع من اضرارها والاستفاده من مميزاتها؟ ده اللي هنعرفه من خلال حوارنا مع الكاتبه الصحفيه نسرين فوزي سكرتيره تحرير مجله لغه العصر في مؤسسه الاهرام. اهلا بك يا نسرين. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه نعرف يعني ايه صحافه الكترونيه. عايزين نقول في الاول ان ثوره المعلومات ادت الى تقسيم القطاع الاعلاني بشكل عام الى نوعين او قسمين. القسم الاول اللي هو الاعلام التقليدي اللي بيضم الصحف المجلات الإذاعة والتلفزيون،
الإعلام الجديد، وهو الذي بيعتمد في الأساس على تدفق المعلومات عبر شبكة الإنترنت، هو الإعلام الرقمي بالضبط كده. طبعا الإعلام الجديد يعني في مصر تحديدا ما زال حديث نسبيا، وبالتالي بيواجه العديد من التحديات. من أبرز هذه التحديات الشائعات، انتشار الشائعات بشكل كبير جدا، اللي بتؤثر في الأساس على الشباب، لأنها حرب نفسية بتؤثر على الشباب، ويمكن بتؤدي إلى إحداث نوع من الفتنة وعدم الاستقرار في المجتمع. يعني نقدر نقول الصحافة الإلكترونية حلوة ولا وحشة، ولا بينفعش نقول كده؟ لا، ليها مزايا وليها عيوب. زي ما احنا لازم نفهم المزايا نفهم العيوب. اولا مزاياها، اول حاجة ان انا اول حاجة تلقي الأخبار العاجلة بشكل سريع جدا، سرعة نقل الخبر، مصحوبة بالفيديو والصور، بتابع الأحداث في الوقت الحقيقي لحدوثها، سرعة وسهولة تداول المعلومات، طبعا على نقيض الصحف الورقية اللي هي بتحتاج إلى وقت أطول للطباعة، تستنى نطبعها لبكرة تاني يوم على ما يجي الخبر. يعني سهولة التكلفة وسهولة الوصول، طبعا دي من أبرز المزايا اللي قدمها لنا الإعلام الجديد. العيوب أول حاجة غياب عنصر التحقق من الخبر. ليه؟ لأن الكل بيسعى إلى تحقيق السبق الصحفي حتى لو جاء على معيار الكفاءة والمصداقية. برضو في تحدي خطير جدا، وهو انتشار ظاهرة الصحافة الصفراء اللي هي بتعتمد في الأساس على الترويج للشائعات والفضائح لاستقطاب عدد كبير من المستخدمين أو المواطنين. طبعا ده بيؤثر بالسلب على سلوك الشباب. طبعا دايما دي إشكالية، ويمكن العاملين في القطاع المهني الإعلامي سواء كانوا صحفيين أو مذيعين عندهم عارفين الموضوع دوت، فكرة أن ما الناس اللي عايز تسمع الفضايح مش احنا اللي بنجيبه، وانا لو ما جبتش الفضيحة دي ما في وسيلة تانية هتجيبها. بالظبط كده. دي انا يمكن عايزة اسميها الثقافة الرقمية. احنا محتاجين ان احنا نعيد ثقافتنا الرقمية. ويمكن معلش هقول مثل هنا يمكن حاصل الفترة الاخيرة، الفيديو اللي اطلقوا عليه اسم التلميذ الباكي. الفيديو ده انتشاره بالشكل ده والسخرية وكم يعني البدايات اللي اتكتبت عليه، الحقيقة بتنم على ان الثقافة الرقمية ما زالت يعني محتاجة الى اعادة نظر. ارى ان هناك غياب تام للمبادئ الاخلاقية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. المبادئ الاخلاقية واحدة في استخدام اي وسيلة اعلامية، لكن اعتقد ان الوسائل الرقمية خلت الموضوع يبقى باين قوي او منتشر اكتر. يعني لانه الخبر او الفيديو او الصور بتنتشر بسرعه البرق في ثواني معدوده، دون وبعدين ما فيش رقابه، يعني في غياب رقابه، فكل واحد كل مواطن من حقه ان هو يعني ينشئ وينشر محتوى ويعني ويسمي نفسه صحفي. وهو طيب. ما يعني فكره بقى ان ما فيش رقابه دي، ودي نحط تحتها الف خط. في ناس كتير تقول لك لا، ما ينفعش ان احنا نصادر على حريه التعبير، ما ينفعش ان احنا نتكلم. طيب ما هو انت ممكن تنشر اخبار هي بالفعل مضلله كاذبه، بتنشر نص فيديو ومتنشرش الفيديو كامل. يعني ممكن ينشر فيديو مثلا بدايه تعامل الشرطه مع موقف ومن غير ما يجيب اصلا اللي خلى الشرطه تتعامل ايه من البدايه، ويبقى وراه منه غرض. هل انت مع لا يبقى في مراجعه لهذا المحتوى، وطالما ان افترض سوء النيه من حق القضاء والقانون يتدخل في هذا الامر؟ طبعا. ويعني احنا يعني الحمد لله اخيرا تم اقرار قانون الجرائم الالكترونيه. احنا انتظرناه يعني كثيرا. لا طبعا مهم جدا ان يبقى فيه طبعا رقابه، وكمان بجانب رقابه اللي هي بتتم من الدوله، احنا محتاجين ان يبقى عندنا ثقافة الوعي اخلاق. يعني بالظبط كده. وده يمكن يعني المؤسسات الاعلامية ليها دور كبير جدا في تثقيف الشباب وتوعيتهم، ويعني ان احنا ننظم لهم دورات تدريبية تزودهم بالمهارات والخبرات الرقمية اللي تمكنهم من انشاء محتوى لائق يؤثر بشكل ايجابي في المجتمع. طيب نسرين، اعتقد انت يعني شويه من الجيل اللي اتعلم يعني ايه ميثاق شرف اعلامي. وان كان مهم جدا، احنا كمان درسناه طبعا، مهم جدا ان رقم واحد ميثاق الشرف الاعلامي، واحد اثنين ثلاثه وهكذا كاكثر من كذا بند. يعني هل تعتقدي ان الشباب الحالي عنده اهتمام بدراسه هذا الامر؟ ولو مش عنده، المشكله جايه من مين؟ مين المسؤول عن غياب هذا الامر؟ المسؤول طبعا المؤسسات التعليميه والاعلاميه بشكل يعني انا يعني نفسي انه ان التعليم يتم فيه دمج بعض المواد الدراسيه
اللي هي بتتكلم عن أخلاقيات الإنترنت. يعني إحنا في عصر المعلومات دلوقتي، فلازم المناهج تتطور مع هذا. لازم نأسس الأجيال من وهو طفل إزاي نعلمه يستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح، إزاي يتعامل معاها، ولا إزاي يبقى عنده كمان انتقائية، يعني يسمع الخبر كدا. مش كل حاجة تسمعها تصدقها، ابدأ فكر وإقرأ من كذا مصدر وكده، محدش بيعمل ده بسهولة يعني. يعني محتاجين دورات تدريبيه بشكل مستمر، محتاجين برامج بشكل يومي توعي الشباب ويعني وتديهم الخبرات الكافيه للتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثه. من خلال عملك كصحفي بقى، وتحديدا في قطاع الصحافه الرقميه ولغه العصر، وانت بتشوفي طبعا كوارث بتحصل بسبب استخدام وسائل التكنولوجيا لنشر شائعه بخبر عن حد معين ممكن تسبب في انتحاره مثلا لو بالزبط. الخبر ده كان كاذب او ما الى ذلك. احتكاكك بالشباب، الى اي مدى الشباب ممكن يتضرر بشكل مباشر من التعامل بشكل سيء مع الصحافه الالكترونيه؟ هو زي ما قلت ان الشائعه للاسف بتؤثر على الجانب النفسي من الـ من الـ من الشباب او من اي قارئ لهذه الشائعات، بس الشباب بيتاثروا اكتر. يمكن احنا شفنا ده في ثوره 25 يناير، الحماس دايما اعلى وعنده بالزبط. اراده وعنده رغبه في تغيير الواقع بشكل افضل، زائد ان هو عنده مشكلات يعني بيعاني من مشاكل في فرص العمل، في التعليم، بيعاني من مشاكل ماديه، فاي شائعه بتؤثر بتستحوذ على تفكيره بشكل سريع. انا عايزه يعني اقول انه يعني بلاش نجي ورا الشائعات. اول حاجه لازم لما اقرا خبر اتحقق من مصدره، اتأنى قبل ما اشيره وقبل ما اقتنع بيه، ويعني اتاكد ان هو صحيح. كمان لازم يبقى ليا دور ايجابي، بان انا لو شفت حد كاتب شائعه ادخل وهاجمه واكتب الخبر الصحيح. يعني ده دوري كمواطن صحفي، اي مهنه طالب حتى، هو لازم يبقى ليه دور صحيح. ايجابي تجاه وطنه، لانه الشائعات بتضر الامن القومي لمصر. يعني ان كانت الصحافه الالكترونيه خلقت لنا حاجه اسمها صحافه المواطن، اللي هو كل مواطن ممكن يكون صحفي ويكون مصدر لنقل او وسيله لنقل المعلومه، فممكن نستخدم ده بشكل ايجابي بدل ما هو مستخدم بشكل سلبي. يعني بدل تكرار الشائعه السلبيه، لا نبدا نتحقق من الخبر ونواجهها كمان. يعني مش مجرد ان انا اتحقق ان هي شائعه فما صدقهاش واسكت، لا انا كمان لازم يبقى ليا دور فعال وإيجابي إن أنا أحد من انتشار هذه الشائعة. إزاي؟ إني أكتب الخبر الصحيح، أدخل على الصفحات الرسمية للجهات الحكومية أتأكد. يعني أكتر الشائعات اللي انتشرت في الفترة الأخيرة اللي هي بتخص قرارات الحكومة عن التموين وعن البنزين. والحكومة مؤخرا بدأت تعمل حملة توعية لضحك هذه الشائعات في صفحات الفيسبوك بالظبط. لكن هي النقطة اللي أنا بعول عليها أكتر هنا، هو أنت دورك كشاب، يعني أنت مش مجرد متلقي سلبي بالظبط. وبلاش نبقى أميل يا جماعة إن إحنا نصدق الأخبار السلبية. إحنا المشكلة عندنا مش دي كارثة، يبقى هي الكارثة دي حصلت وهم عايزين يخبوها. طب ما ممكن ما تكونش حصلت على فكرة. وفي يعني حاجة كمان، صحافة المواطن على فكرة ليها يعني مميزات. هي مش يعني صحافة المواطن بتعني انه الفرد العادي بيشارك في نشر وتحليل المعلومات عبر شبكة الانترنت. يعني كصحفيين هو دي منصة للتمكين الذاتي للفرد. يعني لازم اتعامل مع ان انا معايا منصة للتمكين الذاتي ان انا اعبر عن مشكلاتي. لو عندي مشكلة، بنشوف مثلا ناس في مستشفيات او في اي مشكلة بواجهها في الشارع، ممكن انا اوثقها بالفيديو والصور ووصل ونجحوا صوتي. على فكره في مشاكل كتيره جدا تعرض عن طريق صحافه المواطن ان هي يتم الاهتمام بيها براي العام. اللي صور الفتاه مثلا اللي كانت بتجر العربه ورفعها، ما هو مواطن عادي على فكره، ما كانش لسياده الرئيس، وصلت لسياده الرئيس. زي ده نموذج كبير جدا وكتير جدا. يعني انا بيعجبني جدا الشباب اللي عملوا مدونات وصفحات للتوعيه مثلا بالمشردين، وازاي في الشوارع، وازاي ان هم ممكن يقدموا لهم يد العون وما بياخدوش فلوس من حد بالمناسبه، هم طبعاً بشكل تطوعي كامل، بس الناس بدات تنشر اخبارهم بالزبط. فكره نشر الاخبار الايجابيه ده بيدي طاقه يعني ايجابيه رائعه جدا لينا احنا. عندما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام السابق ان عام 2018 سيكون عام ذوي الاعاقه، احنا لو نفكر هو ايه سبب اعلان الرئيس او التفاته لهذه القضيه التي ظلت مهمشه لعشرات السنين، مفيش اهتمام بيها فتره طويله. انه احد الشباب المعاق والذي يعاني من اعاقه معينه قام بتحميل فيديو هو بيتحدث فيه وبيوجه رساله للسيسي. هذا الفيديو انتشر بشكل سريع جدا، الا بالفعل ان وصل الى
سيادة الرئيس وتبنى القضية تماما. وتبقى الصحافة الرقمية والصحافة الإلكترونية هي أداة من ضمن الأدوات، إذا حسن استخدامها هنقدر إن احنا نبلي بلاء حسنا زي ما بيقولوا، ونحقق مميزات إيجابية جدا، وإذا تمت إساءة استخدامها الحقيقة إن الكارثة بتكون على الكل للأسف. والحقيقة إن هي يعني إن هي نافذة مهمة جدا لتمكين الشباب في المجتمع، يعني هي إذا استغلناها صح لا الشباب هيبقى ليهم دور فعال جدا في المجتمع، وإن احنا نقدر نوجههم صح، لأنه الشباب هم دم المجتمع، لو ما قدرناش نرشدهم ونوجههم صح يعني ممكن يسلكوا طريق مضلل. طيب قبل ما اختم حواري بقى معاكي، الرساله اللي ممكن توجهيها للشباب اللي بيتابعونا دلوقتي ومهمه بالنسبه له انه يبقى ليه، سواء بقى كان بلوجر مثلا ويبقى ليه متابعين كتير فولورز كتيره جدا على الفيسبوك والانستجرام، ولو عامل له قناه على اليوتيوب او عامل له مدونه او ايا كان، مهم ان هو يبقى ليه فولورز بغض النظر عن الكونتنت اللي هو بيقوم بنشره او المحتوى اللي بيقوم بنشره. ايه الرساله اللي ممكن توجهها له بالذات للي هم مهووس الشهره في عالم الانترنت؟ يعني عايزه يعني اوجه الكلام لاي شاب، لازم تفكر كويس قوي قبل ما تنشر خبر، صوره، فيديو، لازم تفكر في خصوصيتك وخصوصيات الناس اللي هيشوفوا هذا المحتوى. لازم تفكر كمان في البعد الاخلاقي وهو ده الاهم. صحيح، انا بشكرك يا نسرين، شكرا جزيلا. والحقيقه انت قلتي كلام بيعبر عن يعني عن ضميرنا كلنا كاعلاميين وكصحفيين، لان اوقات كثيره جدا ممكن الواحد على فكره بيغض الطرف عن خبر لانه عارف ان الخبر ده ممكن يؤذي حد او ممكن يزعزع من استقرار البلد، في سبيل الاستقرار او يعني الامان او انه يحافظ على خصوصيه حد اهم بكثير جدا من انك تعمل سبقه او شهره اعلاميه. شيء اساسي طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يكتر من الاعلاميين اللي بيلتزموا بمصداق الشرف الاخلاق. شكرا جزيلا نسرين فوزي، سكرتير تحرير مجله لغه العصر في مؤسسه الاهرام. وهنكمل معاكم مشاهدينا وحوارنا الجاي، هنتعرف فيه على موهبة شابة. الحقيقة ان هذه الموهبة استطاعت ان هي يعني تسافر، لان هو كان ان هو نجح كمان مش بس في كمجرد انه يعبر عن افكاره من خلال الشعر، لكن كمان هو سافر في اسبوع الاخاء المصري السوداني. خليكم معانا وبعد الفاصل نكمل. آسف على المواعيد البايظة من يومها، آسف على المواعيد البايظة من يومها، أنا كنت جاي والله المكوى ما اشتغلتش، إزاي هعذب قميصي علشان أقابلك بيه وأنا كل يوم بتكوي من صورة ما اتمسحتش، وازاي اخبي في عيني ميه بملح وانا كل يوم بكتشف جرح في مكان مختلف، ازاي اسيبني اسمعك وانا جوه مني عذاب وانت اللي صوتك عذاب لو شلنا حرف الالف، طب قولي قبلك ليه، هل لسه فينا مكان علشان يساع قلبين، هل لسه في انغام نسمعها وقت فراق، هل لسه في اشواق تسمح بحضن مطار او باقي سولو جيتار يعزف لنا نشتاق، ايدي اللي مسكت حبلنا الغارب كانت اكيد هيجي لها الوقت تتيبس، القلب لو يتكسر ازاي هيتكبس، والعمر لما يضيع هنجيب بداله منين، السكه دي معرفش تودي مين على فين، لكن مشيتها عشان ممشيش بدونك يوم، خدتك علاج للارق والفكر طول الليل، واديكي غبتي واديني رجعت اخاف منك. مصطفى ناصر موهبة شابة
شاعر من شعراء العامية، رغم ان هو لسه شاب الا ان هو قدر انه يحقق خطوات مهمة ومتميزة في مجال الشعر. طيب نعرف ازاي هو اخذ من مجال الشعر طريق خاص بيه، وليه الكتابة هي الطريقة اللي بيعبر بيها عن افكاره من خلال حوارنا معاه في جيل المستقبل. منورنا في جيل المستقبل يا مصطفى. اهلا بيك، نورك طبعا. ميرسي مصطفى. واحنا في الفاصل كنت بتقول لي دي اول حفلة ليك تطلع فيها كان على كانت أول حفلة. الستيج. طيب قبل بقى مع ان نحكي سوا ونعرف انت بتكتب امتى ومن امتى والكلام ده كله، بس كلمني عن احساسك في اول حفله طلعت بيها واجهت بيها الناس. والله هو انا احساسي في اول حفله زي احساسي في اخر حفله بالظبط. يعني حته ان انت بتبقى متوتر ومشدود قبل الستيج وقلقان وخايف على كل نقطه في الستيج قبل ما تطلع تقول كلمه، دي بتفضل موجوده اعتقد لحد اخر العمر. يعني لحد دلوقتي احنا بنشوف نجوم كبار، انا شفت ده فعلا، يعني ناس كبيره جدا سواء مطربين او شعراء او غيره بيبقوا قبل الاستيج بالظبط خايفين زي الاطفال كده. يعني فكره ان انت تبقى متوتر دايما عشان تطلع الاحسن بيكون ده موجود لاخر العمر، يعني لازم يكون في ده. احكي لنا بقى انت بتدرس ايه ومعاك ايه. انا بدرس هندسه حسابات ومعلومات في جامعه حلوان. يعني بكتب بقالي حوالي 3 سنين، يمكن 3 سنين من دلوقتي تكتب كتابة. من 3 سنين، لكن قبل كده التالنت الموهبة كانت موجودة. لا هي موهبة طلعت من 3 سنين أصلا فعلا. ده أنت اتعرفت عليها متأخر قوي تقريبا. جدا والله. لا أول مرة فعلا جربت أمسك قلم كانت من 3 سنين. يعني إيه اللي استفزك عشان تمسك القلم والورقة وتكتب؟ هي صدفة كده، كان واقع في إيدي كتاب ديوان شعر يعني قريت فيه، فمن وقتها بقيت بتابع حركة الشعر بقى وبقرأ كتب في الشعر وكده. لحد ما وصلت لمرحلة ان انا حاسس بحاجة مش لاقي حد قالها قبلي، فانا نفسي تتقال بالطريقة دي فبجرب اقول انا. فمرة على مرة لقيت نفسي هنا كده. طيب فاكر ايه اول حاجة انت حسيتها محدش قالها قبلك وحبيت تعبر عنها بكتاب؟ هو انا فاكرها اكيد بس مش حافظها. يعني مش مشكلة، بس كانت ايه يعني، كانت عن ايه؟ والله انا اللي فاكره ان انا كنت متضايق منزعج من خلاف كده بيني وبين حد من اصدقائي يعني. فكنت عايز اقول ده بقى، يعني كان الموضوع يعني برضو طفولي شويه كده، يعني كل حاجه في بدايتها بتبقى لسه الموضوع بسيط يعني. فقررت ان انا اخرج ده في كام سطر كده وخلاص. بس انا يعني هجاء بقى كتبت ولا ايه؟ حاجه زي كده يعني. يا خبر، لا احسن ما تفتكر. هي كتبته في بوست على الفيسبوك كده وخلاص، يعني مفيش حاجه بقى. بعد شويه لقيت ناس انت بتكتب شعر ايه يا جماعه، انا والله ما عملتش حاجه. طيب احكي لنا بقى لما بدات تكتب ازاي بدات تقنن الموضوع. يعني هو انا اول حاجه كنت بكتب وبنشر على الفيسبوك عادي كده، يعني واحده على واحده ابتدت الناس تعرف ان في حد هنا بيكتب، وواحده على واحده كمان انا بالاستمرار لقيت نفسي ان انا الموضوع بيتطور من حد بيكتب كلمتين بس وخلاص كده، يعني مجرد خواطر حاجه عنده لان بقى في تطور في الكتابه، وبقى في يعني بقى في حاجه نقدر نسميها قصيده، وبقى ده موجود يعني. الناس عرفتني من على السوشيال ميديا برضو، يعني دي من الحاجات اللي نقدر نقول ان هي بالنسبه لجيلنا الحالي ده من مزايا السوشيال ميديا جدا، ان احنا قدرنا ان احنا يعني نوصل للناس، او حد عنده حاجه بيقدمها يوصل للناس، سواء مطرب سواء شاعر سواء اي حد في الناحيه الفنيه دي قدر ان هو يوصل للناس عن طريق السوشيال ميديا اليومين دول. بس خلينا متفقين، مش اي حد بيكتب على السوشيال ميديا الناس بتسقف له او لا بتبدا تقرا. لا يعني طبعا، بس لازم يكون حد حقيقي موهب. ايوه، طالما في حد حقيقي يبقى يعني يبقى غالبا والله السوشيال ميديا ممكن تنصفه، وساعات كتير جدا برضه السوشيال ميديا ممكن تنصف حد مش حقيقي، لكن ده ما بيعيش. يعني احنا بنقول ان هو يعني بياخد وقت وبيختفي مطرح مكان. يعني ده حقيقي. نتكلم بقى عن، مالناش دعوه احنا بالحاجات اللي في الفقاعه دي، نتكلم عن الموهبه الحقيقيه. لما بدات تكتب في السوشيال ميديا الموضوع تطور معاك وطلعت ديوان. حصل فعلا. صدر ديوان ليا في معرض الكتاب اللي فات، كان اسمه غير كل اللي فات. الحمد لله يعني الديوان لقى نجاح جميل جدا برضو، يعني كمان هو كانوا اول عمل ليا وانا كان لسه في يعني في الدنيا بتاعه النشر دي، لسه اول حاجه يعني. فكنت سعيد جدا، وكنت يعني كنت مبسوط. فكره ان انت الكلام اللي كان في عقلك ده بقى حاجه موجوده في ايد الناس وفي بيتهم وفي مكتبتهم، وهي فكره طبعا بتبقى مخيفه جدا في الاول، ان انت خلاص انت يعني هتعيش مهما تعيش هتروح، بس الكلام ده هيفضل موجود بعدك، فانت لازم تعرف انت سايب ايه بعد ما الناس هتفتكرك بيه بعد ما انت يعني تخلص كتابه او تخلص يعني. اشتركت بقى في مسابقات؟
كنت في مشترك المسابقات على مستوى الكليه الاول، بعد كده على مستوى الجامعه. يعني كسبت في المركز الاول في جامعه حلوان 2018 في المسابقه الثقافيه. دي اللي انت سافرت بيها الاسبوع الاخر؟ لا كسبت المسابقه الثقافيه في الجامعه، بعدين في مسابقه تانية اسمها الادبيه، دي كسبتها بتؤهل لمهرجان ابداع. دخلت مهرجان ابداع وكسبت جائزه الشعر العاميه فيه، مهرجان ابداع على مستوى جامعات مصر. هنا بقى جه الترشيح لمهرجان الاخاء المصري السوداني. بس نتكلم بقى عن الترشيح دوت ومشاركتك فيها، ويمكن انا حتى قلت انك في مقدمه الحلقه في البرومو العام للحلقه ان فكره السفر عبر الحدود بموهبه شعريه ده بيعبر عن انتمائنا، لان احنا بنبقى سفراء للدوله اللي احنا جايين منها، وبنقدر ان احنا نعبر، وكمان بنتعرف على حضاره وثقافه ناس ثانيه. هو انا بس عايز اقول لك، مش بس الشعر، احنا كنا وفد مكون من 29 طالب وطالبه. وجهة نظر شخصية، يعني ان الوفد ده كان حاجة مشرفة جدا لمصر، وليا انا شخصيا كنت مبسوط ان انا مع الناس دي. ما كناش بس شعر، يعني كان في اتنين شعر، كان في شعر عامية وفي شعر فصحى، وكان في فنون تشكيلية، وكان في فنون شعبية، وكان في طنورة، وكان في يعني مراسل تلفزيوني، وكان في كان في حاجات كتير. بس ال 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 العمل المشترك بين الوفد كله ان كان كل واحد فعلا في ناحيته متميز جدا. كان حتى قياده الوفد، يعني قياده الوفد استاذه نسرين الجيار واستاذ امير عبد الشافي واستاذ عادل، الناس دي كلها كانت قادره تعمل مزيج كده. احنا كنا حاسين بفخر ان احنا الناس دي هي اللي تم اختيارها ان هي تمثل مصر في مهرجان عربي. وده تاثير القوه الناعمه مصطفى، انك انت يعني بنودي ناس هم قوه ليهم طبعا. تاثير كبير جدا في الوقت نفسه، هذه القوه هي بتدخل القلب على طول، لان هي بتعبر عن المشاعر الانسانيه في مجالات بقى مختلفه، بقى بالرسم بايا كان شكل الفن. أكيد. يعني طب احكي لي بقى عن الاسبوع ده كان ازاي، وايه اللي انت استفدته لما رحت هناك كمان وعرفتهم من اخواتنا في السودان؟ هو اول حاجه انا حبيت الشعب السوداني جدا. انا اول مره اروح طبعا السودان، كنت مبسوط جدا من استقبال مش بس الوفد المرافق هناك والناس المسؤولين عن 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 تنظيم الاسبوع بس، لا يعني الناس العاديه الشارع. اللي في الشارع، الناس اللي كانت بتقابلنا في الاسواق في الجولات الحره، واللي كانوا بيقابلونا في المولات، بيقابلونا في المتاحف، في الاماكن اللي زي دي. الناس دي كانت احنا بنحس ان هم محتفلين بينا كده وفرحانين ان في ناس مصريين موجودين هنا. بصراحه يعني هم كانوا منظمين برنامج، هو كان مليان شويه طبعا، بس هم كانوا عايزين يودونا اكتر اماكن في خلال الفتره اللي هي محدده، مدى زمني محدد. طبعا زرنا اماكن تراثيه طبعا في السودان، وعملنا هناك، قدمنا يوم مصري، قدمنا فيه كلنا، كل واحد اللي بيقدمه يعني في المسرح، يمكن مرتين كمان مش مره واحده. مره في مكان اسمه الساحه الخضراء، ومره في قاعه دينار الملكيه. هناك برضو تعرفنا بقى على الطقوس الشعبيه عندهم، والاكلات الشعبيه والمشروبات والحاجات اللي زي دي. اكتر اكله بقى الرقصات الشعبيه الاكل والله. قول لي اكتر اكله عجبتك هناك في السودان. احنا اكلنا هناك حاجه اسمها، انا مش عارف انطق اسمها لحد دلوقتي، اسمها اجاشئ تقريبا يعني. اوكي. دي كانت حاجه عظيمه جدا يعني. عندهم مشروب جميل جدا اسمه غباشه، ده حلو جدا. بس يعني احنا حبينا جدا وجودنا هناك، وفرحنا من استقبالهم لينا. مصطفى يعني اللي بيسافر بيعبر عن بلده في مكان معين، هو مش رايح كده بطوله مجرد فسحه وخلاص، يعني ده بيكون سفير فعلا. يعني ايه الرساله اللي انت كنت عايز تقولها لما اقول لك انت ترشحت ومسافر وجهز وبكره خلاص هتركب الطياره ومسافر؟ هو رساله ان احنا بس نحاول نصلح وجهه النظر الخاطئه اللي متاخده عن جيلنا ده، يمكن والجيل اللي قبله بشويه بقى لها فتره طويله، ان الجيل ده جيل السوشيال ميديا، وجيل الاستهتار، وجيل ان مفيش حد هنا بيقدم حاجه، وكل حاجه كانت بتيجي سهله وكل حاجه. لا بالعكس والله، يعني احنا اكتشفنا ان احنا فعلا، لا الجيل ده مليان فعلا مواهب كتير جدا، مش بس في الشعر، ومش بس في الغنى، ومش بس في لا في حاجات كتير جدا. يعني الجيل ده قادر فعلا ان هو يخرج ناس، يخرج قيادات، يخرج ناس يعني زي الفنانين اللي كانوا قبل كده. ليه يعني دايما انا بقول ان احنا مفيش حد قفل الباب وراه، فاحنا برضو مهما كان عندنا تراث عظيم قادرين دلوقتي ان احنا نعمل تراث جديد يبقى اعظم كمان. ويعني بس فدي اكتر حاجه كانت في دماغي واحنا رايحين هناك، يعني ان احنا بنثبت ان الجيل ده، لا الجيل ده عنده كتير جدا كمان.
صح، ما حدش قفل الباب وراه. حلوه صح. الجمله دي يعني ما حدش خد بقى حكر الفن على حد معين او على جيل دون الاخر، ودايما كل جيل فيه ابداع. انا حابه ان انا اسمع لك قصيده انت تختارها لنا. تمام ماشي، ممكن اقول قصيده سقوط حر مثلا؟ ماشي. بما انها عجبت اخواتنا السودانيين. طيب حلو قول. من ساعه واحده كنت فوق السطح واقف وجاهز للسقوط الحر، نظرة وداع ورمتها على الدنيا، غمضت عيني وسبت لحظة تمر، صرخ القمر اعقل هتعمل ايه؟ اياك تغيب وانا واحد اكون خللك، قالوا النجوم استهدب الرحمن هنكون صحاب ونكون كما ظللك، قال الشجر على الارض اوعى تنط هنغرقك ثمرات ونونسك على طول، قال الهوى خليك وانا عمري ما هفرقك، هقسم معاك لقمتي ونعيشها عرض وطول، بصيت لهم مذهول من عظمة اللي اتقال، ازاي فصوتهم حنان في حياتي ما يدتهوش، رد السطوح قال طب نعمل ايه والزمن خلى الجمال بيحس والناس ما بيحسوش، اهلك يطير حضنوك خايفين عليك من الغير ناسيين بان ساعات فرط المخافة يضر، اهلك كلبش يطير مربوط على ريشك فازاي تطير من غير ما يكون جناحك حر، سألوا في مرة المر الخلق ليه كرهاك، المر رد وقال دول مخدوعين في العسل، قال النهار لليل اثبت لي اني غشيم، قال له الظلام ساتر وده يعني ابسط مثلا، اللمة خرجت من المكان تسأل ازاي في شخص وحيد يعرف منين يبتسم، رد الوحيد قال انا كنت لما زمان شفت الوحيد مبسوط فارتحت انك اسم، سأل الشيطان مرة ظمني ليه معايا، ما النفس أمارة ولعن كتير مني، ردت عليه السما ده لأنهم من طين بيأمنوا للإنسان ويخافوا من الجن، غيت حمام بكية قالت لسرب حمام إزاي تطير من هنا ويشاوروا ليك فتعود، قال الحمام معرفش أنا بس يمكن وفي حطولي أكل وسكن بقى في ما بيننا وعود، شفت الحمام مخدوع فبكيت على حاله، ازاي بيفضل هنا والخير في ترحال، شبه الحمام جدا بكل اوجاعه، فاهم بان البشر غاليين ما يتباعوا، وانا زي سرب حمام يرموني برجع لهم على رغم علمي انهم ياكلوني لو جاعوا. الله عليك جميله جدا. الله يخليك. انت بتحب تقرا لمين؟ من يعني من الجيل القديم طبعا عبد الرحمن الأبنودي طبعا مع حفظ الألقاب يعني، عمنا أحمد فؤاد نجم طبعا، فؤاد حداد، صلاح جاهين، ده بالنسبة للشعر يعني. إنما بالنسبة للقراءة عامة أنا يعني أي حاجة بتقع تحت إيدي بحب إن أنا أقراها يعني. مين حاسس إنه مؤثر فيك أكتر في كتابة الشعر؟ يمكن فؤاد حداد. ممكن فؤاد حداد فعلا. حسيت بكده. طيب إيه الخطوة اللي أنت عايزها؟ أنت بتدرس في الهندسة، وهل هتمتهن الشعر ولا لأ هتشتغل وفي الوقت نفسه تحافظ على موهبتك بشكل شخصي جدا؟ هو انا حابب ان انا اوازن بين الاثنين يعني، لان طبعا الشعر احنا ما نقدرش نتعامل مع اي موهبه على ان هي كارير مثلا، لكن ان انت تبقى ليك شغلك وفي نفس الوقت يعني يمكن لما انت تكون بتشتغل او مشغول في حاجه ده بيولد طاقه ابداعيه عندك كده تخليك بتكتب، تخليك بترسم، تخليك متنفس ليك، بتبقى زي متنفس كده، انما لو انت قاعد لها هي لوحدها كده يعني كل فين وفين على ما هيجي لك طاقة توديها المكان ده. يعني يا ريت أقدر أعمل ده. أنا أتمنى طبعا أن أنت تقدر تعمل ده، بس أنا قبل ما أختم حواري معاك حابة أن أنا أعرف إيه أكتر قصيدة قريبة بقى لقلبك أنت نفسك بتحب أنك أنت تقولها؟ والله يمكن اللي أنا قلتها دي تقريبا. يعني دايما هي لما أنا حسيت أن العنوان بتاعها دوام الحال محال بالمناسبة. والتناقضات يعني طبعا اللي عندنا كنفس بشريه. طبعا. طيب قولي قصيده ثانيه ممكن تختم بيها حوارنا معانا. قصيده ثانيه ماشي. طيب احنا ممكن نقول قصيده من من المربعات كده. واقفين قصاد الجثه يتناقشوا، سبب الوفاه مجهول لحد الان، أنا قلت هو الطب بيعرف إيه عن ناس تموت متصابة بالخزلان، لعب الزمن ويا العجوز بالظهر، خسر الزمن جولة ورا جولة،
قال العجوز انت سرقت العمر، فانا للامانه سرقت في الطاوله. كتف اللي عاش كافيتيريا للمحتاج، جيت اتسند ما لقيتش جنبي كتاب. انا شفت ديب رسمه في قميص صاحبي، ويومين فهمت ان القميص شفاف. العين بتبكي لو فارقها عزيز، قاسي الزمن خلى القلوب جحدة. كم حد جرحك بس جرحك طاب، فبقيت بتبكي عليه بعين واحدة. داين تدان اقسم بدين الله، دي نصيحة خدها من زمن مفتي. في بنت تحت عمارتي بكتها، فطلعت بيتنا لقيت دموع اختي. مع كل نص جديد طلع من حد، تتعرى روح والمستخبي يبان. كذب اللي قال على الارض شاعر قوي، الشعر اضعف حته في الانسان. الله، جميله جدا. يعني انت عندك الحقيقه مفردات ومصطلحات ومعاني جمل كده جامده يعني. ربنا يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا مصطفى ناصر، يعني استمتعت جدا بالحوار معاك، واتمنى ان شاء الله يعني كمان كام سنه كده يبقى يعني يشار لاسمك بالبنان، ويبقى يعني انطلاقه شعريه رائعه، وتشرفنا مش بس في السودان، لا في كل المهرجانات الادبيه بره مصر وجوه مصر كمان. شكرا جزيلا، وتبقى مهندس قوي طبعا. طبعا ان شاء الله يا رب. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم على هذه المتابعه. على مدار اسبوع هنحاول نجيب لكم ابرز الموضوعات والقضايا، وندور دايما على موهبه متميزه نكشف عنها، او نموذج ناجح من الشباب نكشف عنه من خلال هذه النافذه من جيل المستقبل. خليكم معنا دايما على شاشتين الاخبار. دمتم في امان الله.